أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأحسن الأشرف الأنور الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين يا إله العالمين يا رحم الراحمين يا أحكم الحاكمين. ہم گنہگار سے احکار اس نیت سے یہاں پر حاضر ہیں کہ یا إله العالمين ہمارے محترم ہمارے مقرم ہمارے محتشم محترم جناب حافظ قاری محمد حفیظ صاحب نے تیرے گھر کی نیت کر لی ہے، تیرے گھر کے سفر کی، تیرے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کی، روضہ اطہر کی زیارت کی نیت کر لی ہے. یا الہ العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین جن حضرات نے تیرے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی ہے، تیری تعریف کی ہے، یا الہ العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین تیرا حکم ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرہ میرے لیے ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے ہے، میری محبت حاصل کرنے کے لیے ہے. یا الہ العالمین اب حافظ صاحب نے ارادہ اور نیت کر لی ہے، اس کی تکمیل تیرے ذمہ ہے. یا الہ العالمین اپنی رحمت کا صدقہ یہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین جو میں نے پاک کلام پڑھی ہے، جس طعام پر یہ تیری پاک کلام پڑھی ہے، اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نبوت بارگاہ رسالت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں. یا اللہ اس کا ثواب کم و بیش 124,000 انبیاء اور رسول صحابہ اکرام اہل بیت عزام تعبین تبع تعبین صدیقین شہداء صالحین غوث کتب ابدال صوفیاء اکرام بزرگان دین اولیاء امت. یا اللہ بالخصوص ارادتاً نیتاً محترم حافظ صاحب کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بخریت و عافیت سے یا الہ العالمین اس فرما. یا الہ العالمین اس پاک کلام کا ثواب ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار ان کے خاندان سے رشتہ داروں میں سے مرد عورتیں بچے بچیاں دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام کی روحوں تک اس پاک کلام کا ثواب پہنچا. یا الہ العالمین اپنی رحمت کا صدقہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما. ان کی اولاد کو یا الہ العالمین ان کے لیے بادب بنا. یا الہ العالمین اپنی رحمت کا صدقہ ان کے بچوں کے جان مال کاروبار میں برکت ترقی عطا فرما. اپنے احکام پر اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرما. یا الہ العالمین وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں تو راضی تیرا پیارا محبوب راضی ہے. یا الہ العالمین جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، یا الہ العالمین ان کے بھی جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام کی مغفرت فرما. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.